لو سمحت، مكتب زين السيد رجب فين؟ زين؟ زين؟ ما عندناش حد هنا بالاسم ده. طب مكتب الاتش ار. الأستاذة اللي قاعدة هناك دي. شكرا. مساء الخير. نور يا فندم. كنت بسأل عن موظف عندكم اسمه زين السيد رجب. زين السيد رجب ده بيشتغل معانا هنا في الشركة؟ أيوة، المفروض بيشتغل هنا. هو مش موجود النهاردة، يعني هو جه قدم على أجازة ومشي. أكيد حضرتك غلطانة، الشركة كلها ما فيهاش حد بالاسم ده. طب معلش لو سمحتي، ممكن تتأكدي؟ اه فعلا في حد اسمه زين السيد رجب من حوالي شهر كده جه يقدم، بس ما اتقبلش عشان مؤهلاته لا تسمح خالص، وانا ما عنديش حد بالاسم ده نهائي، وهو ده اخر انترفيو موجود بالاسم ده. اقدر ساعد حضرتك يا فندم؟ لا شكرا. عفوا يا فندم.